حتوا كده العناوين اللي كتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده معظمها بيتكلم على ايه؟ على الصفقات، الاهلي هيعمل ايه، الكلام على بعض اللاعبين في بعض الانديه الاخرى، النادي الاهلي ممكن يكون بيتفاوض معاهم، المعسكر، الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد ده بيبقى شغل شاغل بالنسبه للصحافه المصريه كلها، ده طبيعي سواء اهلي او زمالك او الانديه الكبيره دي بيبقى فيه اهتمام كبير جدا باخبارها، تحديد النادي الاهلي خلال الفتره دي، لان النادي الاهلي بيستعد لموسم جديد وان شاء الله باذن الله يكون موفق فيه يعني بشكل كبير. خلينا نبتدي بالدستور اللي بتقول ان الاهلي بيستقر على الهيكل الاساسي للفريق في الموسم الجديد، وبيتكلم او منتظر موقف 10 لاعبين. الانتظار ده هيكون ازاي؟ من خلال وجهه النظر الخاصه بمستر لاسارتي. هو اصليا فجر كده مستر لاسارتي بالتنسيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وطبعا بخلاف الجهاز الفني بالكامل، كمان كابتن محمود الخطيب المشرف على الكره، لجنه التخطيط بالنادي الاهلي، فبالتالي كلها امور مهمه جدا من خلالها بيتم التنسيق والتخطيط للمرحله المقبله بالنسبه للفريق في الموسم الجديد اللي عنده في الحقيقه العديد والعديد من التحديات. الاستقرار على الهيكل الاساسي النادي الاهلي، بنسبه كبيره اكيد النادي الاهلي استقر على الهيكل الاساسي، طبيعي جدا لان في تقارير وفي متابعات يوميه وفي فكر معين عند مستر لاسارتي وعند الجهاز الفني، فطبيعي جدا انت ممكن تستقر على الهيكل الاساسي خلاص بشكل نهائي. ممكن بعض اللاعبين تكون لسه مش عارف موقفك من ناحيتهم هيكون ايه، ممكن يكون بناء على بعض الصفقات اللي انت بتحاول تتعاقد معاها خلال الفتره الجايه، يعني في معطيات كتير هي اللي هتخليك ان انت تقرر قرارك النهائي بخصوص بعض اللاعبين اللي لسه ما اتحسمش موقفهم من البقاء او الرحيل على النادي الاهلي. المسا، نروح للمسا. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ صدام بين الاهلي ولا سارتي؟ مع احترامي الشديد جدا جدا لجريده محترمه وكبيره زي المسا، انا عن نفسي بحب اقرا جدا من جريده المسا، الاخبار الرياضه بتاعتهم بتبقى مميزه بصراحه، لكن الخبر ده غريب شويه. صدام بين الاهلي ولا سارتي؟ تسمع كده الخبر، تشوف الخبر من اول وهله تقول ايه بقى ده، الدنيا هتقوم مش هتقعد. هما بيتكلموا على ايه؟ على ان مستر لاسارتي عنده بعض اللاعبين عايز يستغنى عنهم، في نفس الوقت النادي الاهلي او مجلس الاداره او المسؤولين عن كره بالنادي الاهلي رافضين الكلام ده. يا جماعه مش منطقي والله خالص خالص، والله ما منطقي ان يبقى في صدام ما بين مستر لاسارتي وما بين جهاز الكوره او ما بين المسؤولين عن كره في النادي. ممكن يكون في اختلاف في وجهات النظر، عادي جدا، عادي ده ممكن، انا مش بقر ان في اختلاف، على فكره الامور كويسه جدا والامور مستقره جدا جدا على فكره في النادي، والدنيا ماشيه بشكل كويس، احنا مش بنقول كده وخلاص عشان احنا هنا بنتكلم ولازم ندافع عن النادي وكلام من ده، لا والله احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه. مفيش اي مشاكل خالص دلوقتي ما بين مستر لاسارتي وما بين اي حد في النادي الاهلي، الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. لكن ممكن حد يكون عنده وجهه نظر معينه، والراجل عنده وجهه نظر معينه، وفي الاخر هيشوف مصلحه النادي في ايه وهيعملوها، مصلحه الفريق في ايه وهيعملوها، ده لو في يعني مشكله. لكن لما تقرا كده تقول صدام ما بين لاسارتي والنادي الاهلي، موضوع عنوان ضخم شويه، عنوان يخض شويه، لا مش حقيقي خالص، مفيش اي صدام خالص. والراجل مستقر بشكل كبير جدا من الاخر كده على بعض اللاعبين اللي هو محتاجهم من السنه الجايه، وبعض اللاعبين اللي هو شايف هيكونوا اضافه ليه قويه جدا وللنادي الاهلي، وكمان بعض اللاعبين اللي ممكن يكون عايز يستغنى عنهم وشايف ان ممكن ما يكونش محتاجهم بشكل كبير. استقروا على الاسماء دي بنسبه ما، تم الاستقرار بنسبة ما، تم الاستقرار على بعض الأسماء، لكن لسه الأمور كلها ما اتحسمتش. هتلاقي بقى كلام كتير زي الأخبار لسه هنتناولها مع حضراتكم دلوقتي، كلام كتير الأهلي هيستغنى عن فلان الفلاني والأهلي هيجيب فلان الفلاني، فلسه شوية لسه الموضوع، أنت أصلا داخل على بطولة الأمم الأفريقية ممكن تكون بتتابع فيها حد عايز تتعاقد معاه، وارد. ممكن في بطولة تانية بتتابع حد عايز تتعاقد معاه، وارد. لكن الاهلي ومستر لاسارتي التنسيق ماشي بشكل مميز جدا، خصوصا كمان في ظل تواجد لجنه التخطيط حديثه الانشاء برئاسه طبعا الشيخ طه اسماعيل وعضويه الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، ودول عندهم خبرات كبيره قوي، فالامور مستقره ما تقلقوش. بالتحديد فيما يخص عمرو جمال وجونيور اجاي